بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق رائع. هذا التطبيق مميز جدا، تطبيق جميل ومفيد. هذا التطبيق بإمكانه قراءة النصوص داخل الصور، وبه مزايا أكثر من رائعة مثل التعرف على الوجوه والتعرف على الألوان وقراءة وصف للصور، وكذلك بإمكاننا التقاط صورة ومعرفة النصوص الموجودة في المستندات. هذا التطبيق مجاني 100%، لا يحتوي على إعلانات ولا تسجيل عن طريق بريد أو فيسبوك أو شيء. تطبيق مميز حقيقة، لكن واجهته غير عربية، ولكن هو سلس وجميل، وكذلك يدعم أخواني المشاركة من الفيسبوك ومن ملفاتي ومن كل التطبيقات التي تدعم المشاركة. هذا التطبيق حقيقة أعجبني كثيرا، فأحببت أن أتقاسمه معكم. إذن ننتقل على بركة الله. هذا هو التطبيق، نقوم بالدخول إليه. إذن به قائمتين وزر، زر هذا زر لالتقاط صورة، ويوجد هذه القائمة المنيو هنا لمعرفة الأشياء، يعني لو اخترنا هذا الوضع لمعرفة الأشياء، وهنا لقراءة النصوص الموجودة سواء داخل الصور أو التي نقوم بالتقاطها عن طريق الكاميرا، وهنا سبحان الله لمعرفة الوجوه. جربتها مميزة ومميزة جدا. فمثلا لو يوجد صورة لصديقك أو أي شخص على الفيسبوك، بإمكانك مشاركتها واختيار فيس، هنا التعرف على الوجه، فسوف يقول لك هذا رجل أو طفل ويعطيك تقريبا العمر يعني. وهنا image description، وهي يعطينا وصف للمشهد، يعني وصف للصورة، مثلا يقول لنا يعني يوجد أي وصف يعني للصورة. هنا color الألوان، وهو دقيق حقيقة في الألوان. light لمعرفة الضوء، ولكن يجب أن يكون يعني الهاتف به مستشعر للضوء، يعني يعلمنا هل الضوء في الغرفة موجود أو لا، يعني ونسبة الإنارة، يعني ميزة ممتازة جدا. وهنا هي هذه عبارة على مكبرة لضعاف البصر، وهي يعني مكبرة مميزة ومتطورة جدا. هنا نوت لكتابة يعني الملاحظات. هنا الكوميونيتي هيلب المساعدة. سيتينج الإعدادات. إذن لن أطيل عليكم، سوف نذهب إلى منه. سوف أختار تكست ريكوجنيشن، وهو للتعرف على صورة. سوف أخذ الآن أمامي ورقة وأجعلها خلف الكاميرا، وأختار منها كابتر هذه الزر، أقوم بتصوير النص. الدخل الإيرادات العمرية الخصم المجرى خلال سنة واحد، نجيات في تربية احتساب الخصم 25,410.270 العمل خلال السنة من مجموعة من رمز ناقص خل الخاضع للضريبة بالامتيازات العينية مجموعة الدخل الخاص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قام بقراءة النص بكل سهولة ويسر. إذن ويوجد في إذن وهنا الفانكشن، نقوم بدخول إليها. هنا فيديو كول، وهي لي عندما نضغط عليها يعطينا قائمة الأسماء الموجودة عندنا لنتصل بأصدقائنا عن طريق الفيديو لطلب المساعدة. هنا لتشغيل الكشاف الفلاش، ضوء الفلاش. هنا جاليري لسحب صورة، لو قلنا ب يعني وضع صورة في الجاليري، سوف نقوم بتجربة الآن. عرض مزيد آخر تنازل
مثلا سأختار هذه الصورة التي موجود فيها نص، أضغط عليها. يقول الله تعالى: يا جبريل، أحب أن أسمع من عبادي كلمة يا رب فأكثر منها، فمن يحب إرضاء الله يكتبها حبا وطاعة لله وبنية الفرج من الله. ممتاز ممتاز جدا. إذن إخواني الكرام، كما رأينا، يعني عندما دائما لمعرفة النصوص نضغط هنا على منيو سكرين، فمثلا بإمكان الضغط هنا Image Description وأعود إلى الجالوري Function وأعود وأختار نفس الصورة. هذه هي نفس الصورة. يبدو وكأنه عن قرب من الشعار. كما رأينا أعطاني وصف للصورة، والآن سأقوم بالتقاط مثلا صورة لشيء أمامي. نذهب يبدو وكأن نذهب نذهب إلى منيو سكرين. Image description وأضغط Capture لتصوير أي شيء أمامي. أضغط يبدو مثل البيوت الزا يجلس على رأس طاولة. تمام، صحيح جدا. إذن أذهب كذلك إلى Menu Screen لإختار ميزة أخرى. نختار A mode، كذلك هو يصف أي شيء أمامنا. سوف أقوم بتصوير مثلا الغرفة. يبدو وكأنه قرب زهرة. ما شاء الله. يبدو وكتم التحديد. لم يتم التحديد. إذن بإمكانك كذلك لم يتم التحديد اختيار نص أي شيء description. لم يتم التحديد. وكذلك بإمكاننا الذهاب إلى الفيسبوك مثلا، نختار الثلاثاء لنرى طريقة كيف يدعم متجر هي المشاركة. قائمة صور و جيب فيسبوك. نذهب إلى فيسبوك. قصة بلد. قصة بكرابو يايا. لم نختار أمدوني يازبا من تون إضافة إزالة زر. مثلا نبحث مانولبس ستة دال سمال بولد. تمت المشاركة مع everyone لواحد أربع سين سمال بولد. تمت المشاركة مع everyone فعلا heavy heart. ربما تحتوي الصورة على نص. اضغط إذا نضغط عليها تحتوي الصورة على نص. عودة ثم زر أب الزرت زر المشاركة لا توش زر الزر زر أب ربما ربما تحت. نضغط هنا. إذا المزيد لواحد المزيد زر. نضغط المزيد حفظ إلى مشاركة. إذا هنا مشاركة ونختار تطبيقنا الجديد. لينك شيري مشاركة سلفن بلس. هذا هو، نضغط عليه. لينك شيري مشاركة سلفن بلس. إذا عندما يفتح تمام هنا يخيرنا ماذا نود، أما قراءة النصوص أو معرفة الوجوه أو قراءة وصف للصورة. إذا سوف أضغط على معرفة النص. إن الله إذا أحب عبد كشف له حقيقتي من حوله. ممتاز وممتاز جدا أخواني الكرام، هذا التطبيق مميز، أرجو أن يعجبكم وأرجو أن يفيدكم، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.